السلام عليكم يا كرام، كيف الحال والأحوال؟ يا رب تكونوا بخير. بداية صديقي، لو أول مرة حضرتك تشوفني فأنا اسمي عبد الروف عماد، ودي قناتك عبد الروف 89 على اليوتيوب. اليوم إن شاء الله رب العالمين هنتعلم مع بعض إزاي نحول الليد ال 220 فولت أشغله على 12 فولت. كيف تحول شريط الليد ليعمل على 12 فولت بدلا من 220 فولت؟ هنشرح دلوقتي ايه هو شريط الليد وازاي نحوله من 220 فولت يشتغل على الفيشة الى 12 فولت عشان تقدر تتحكم فيه عن طريق موسفت او عن طريق متحكم دقيق زي الاردوينو او اي مايكرو كنترولر اخر. الليد الواحدة يا جماعة بيبقى شكلها عامل كده، جوه شريط الليد بتكون عبارة عن ليد ولها بوزيتيف ونيجاتيف. طيب الليد دي اختصار لايه؟ الليد دي يا جماعه LED ده اختصار الليد لايت اميتنج دايود، تمام. طيب انا عندي الفولت بتاع الليد الواحده من 2 فولت ل 3.3 فولت، والكارنت او الامبير من 1 ملي امبير ل 3 ملي امبير. يبقى الليد الواحده الفولت بتاعها من 2 ل 3.3، والكارنت من 1 ملي امبير ل 3 ملي امبير. بعد كده في شريط الليد بنسميه الليد ستراب، ده اسمه شريط الليد. شريط الليد ده بيتباع عند اي كهربائي او بيركب في بيوت النور، في البيوت وبتعمل منه بيوت النور والقصص دي كلها. ده بيشتغل على كام؟ ده بيشتغل على 220 فولت، عبارة عن شريط كده ومن الداخل مجموعة من الليدات بيتباع بالمتر وبيشتغل على 220 فولت. ده شريط الليد. ايه عيوب بقى ان هو يشتغل على 220 فولت؟ عيوب القصة دي الاضاءة بتكون ضعيفة وما اقدرش اتحكم فيه، فمنقدرش نتحكم في اضاءة الليد ستراب. فانا عاوز احوله من 220 فولت تو 12 فولت. تعال نعرف الشريط ده شغال ازاي اصلا عشان نفهم ازاي هنفكه. طيب بعد ما نفك العزل، الشريط ده بيبقى عليه عزل بلاستيكي كده، هتفكه هتلاقي الليدات قدامك بالظبط شريط نمور، بيكون من جوه الشريط ده كل اربع ليدات بعبارة عن مجموعة، يعني دي ليد 2 3 4، كل اربع ليدات مع بعض، وفي الاخر مقاومة، ديت مقاومة، وبعدين اربع ليدات ومقاومة، اربع ليدات ومقاومة، وهكذا. مقاومة اللي موجودة عندنا ديت عبارة عن 431 اوم. يبقى الشريط من الداخل عبارة عن اربع ليدات مقاومة، اربع ليدات مقاومة، متقسم كده ومتوصلين كلهم على التوالي. اذا الفولت للشريط 4 لمبات، اذا فولت شريط 4 لمبات بيكون عبارة عن الفي بتساوي 3 فولت في 4 لمبات بيساوي 12 فولت، بيساوي كام؟ 12 فولت. الامبير بتاعهم بيساوي 4 في 2.5 حوالي 10 ملي امبير، ودي حاجة بسيطة جدا، يعني 10 ملي امبير كلام بسيط جدا. يبقى 4 للـ4 ليدات في 2.5 ملي امبير يديني 10 ملي امبير. كده انا عرفت مواصفات الشريحة دي عشان نعرف هنوصلها ازاي على ادابتور كام. انا عرفت الفولتج بتاعي وعرفت الامبير بتاعي عشان اشوف الادابتور بتاعي اللي هيتحمل القصة دي ايه. احنا هنحتاج ادابتور على 5 متر، هنحتاج 1 امبير مش اكتر. ادابتور 1 امبير، ادابتور ده يعني محول اقدر اشغل عليها الليدات بتاعتي على 5 متر 1 امبير. هنمسك بالمقص شريط الليد بتاعنا وهنشيل العزل لحد ما نوصل للليدات، وهنطلع شريط الليدات بتاعي. كل الليدات داخل الشريط موصلة توالي، يعني ادي شريط الليد، تلاقي ده 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 ليد ليد ليد، ده كله متوصل توالي مع بعض. واحنا عارفين ان من خصائص التوصيل التوالي يا جماعة في الكهرباء التيار بيكون ثابت والفولت متغير، صح كده؟ صح.
فأصبح الفولت في شريط الليدات معايا هيكون لو أنا عندي 60 ليد في 3 فولت يديني كام؟ 180 فولت. ده الشريط توتال 60. طيب لو أنا جبت الأدابتور ال 12 فولت ده ووصلته مباشر على شريط الليد هنا، مش هيشتغل عمره، لا يعمل. ليه مش هيشتغل؟ لاني ده 12 فولت واحنا محتاجين 180 فولت. طب نعمل ايه يا فندم؟ هنخرج اربعة زي ما فهمتك كده، وبينهم مقاومة، اربعة وبينهم مقاومة، اربعة هنقص، يعني ده الشريط بتاعنا، هنقص عشان اجي اعمل ايه؟ لايت رينج مثلا او اي حاجة قوية جدا تشتغل ب 12 فولت واقدر اتحكم في الكارنت ده. كده مقاومة، تمام، مقاومة، وهنا سلكة وهنا سلكة وهنا سلكة وهنا سلكة هنا سلكة هنا سلكة، وابدأ يا باشا اوصلهم كلهم مع بعض. بقى عندي بوزيتيف ونيجاتيف توازي، وصلتهم ايه؟ توازي، بحيث ان انا اقدر اشغلهم على ال 12 فولت بتاعي. هنقص ازاي؟ هنقص زي ما قلنا مع عدلة الكتابة. هتلاقي اربع ليدات وبعدين مقاومة، الكتابة تبقى معدولة، يبقى في كتابة هنا على الليد معدولة، اربع ليدات ومقاومة، قص بعدها اربع ليدات ومقاومة، قص بعدها، وبعد كده نوصل سلك الارضي ده هيكون النيجاتيف في المقاومة والبوزيتيف اهو ناحية المقاومة، ناحية المقاومة هوصل سلك الارضي بتاعي ناحية المقاومة. تعرف ازاي المقاومة؟ طرف المقاومة لو لفيت الليد ده من ورا هتلاقي الشكل ده، المقاومة دي هنا كده عاملة كده ومفيش حاجة متوصلة بيها، يعني المقاومة هنا ورا فيه زي تراك كده، والتراك ده مش متوصل بحاجة، وديت المقاومة بتاعتك. لو جربنا ننور شريط الليد ب 12 فولت مباشر مش هينور معانا. والناحية ديت عشان اوصل الطرف ده هتليك حت هنا كده بقطر مثلا، وتبين الطرف ده وتعريه وتلحمه فتدي البوزيتيف، وهنا توصله بالمقاومة تديك النيجاتيف. لو جربنا ننور الشريط الصغير اللي احنا قصيناه هينور معانا. ليه ما نورش مع الشريط الكبير؟ لان التوصيل توالي، والتوالي هيخلي الامبير ثابت والفولت متغير، فهيزيد بزيادة المجموعات، يعني الفولت بتاعي هيبقى كبير جدا، فال 12 فولت دول مش هيكونوا كافيين ان هم ينوروه. لو عايز تشغل كل المتر ده على 12 فولت هنفصل المجموعات ونوصلهم توازي، يعني عندي متر كامل من الليد ده عايز اوصله على 12 فولت، هفصله مجموعات زي ما عملنا كده ونوصله ايه؟ توازي، ونوصلهم على 12 فولت هينوروا معانا خالص. تمام، زي ما بينت لحضرتك كده، بتفصل وتوصل هنا ال 12 فولت. طيب المتر هيسحب معايا كام امبير؟ لو انا عندي 60 في 2.5 ملي امبير هيديني حوالي 140 ملي امبير على ال 12 فولت، حاجة بسيطة وضعيفة جدا معايا، امبير يعني على الرايق هادي. بس بدي الفكرة بتاعت النهاردة، ازاي تقسم الليدات بتاعت حضرتك الى، او عندك شريط ليد وعايز تشغله على 12 فولت بدل ما تشغله على 22 فولت. ده كان فيديو اليوم، ارجو ان افدت حضرتك معلومة. لو حضرتك استفدت لايك وشير وسبسكرايب في القناة لو اول مرة حضرتك تشوفنا، وطبعا كلم حد عننا لان محتوانا يستحق الدعم. كان معاكم كالعادة عبد الرؤوف عماد من قناة عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.